عايشت معاني الآيات التي ذكرنا شيئا منها سبق. تعرفوني يا أحبتي، في المسابقات الدولية في التحكيم في عنصر اسمه التفاعل مع الآيات أو الإحساس بالآيات، له درجة، نقول يعني له درجة. هل الإنسان مطلوب منه أن يعني أن يضع لنفسه درجة؟ نعم، عفوا، مطلوب منه أن يضع نفسه إحساس؟ نعم، مطلوب منك نفس إحساس. لو أتيت إلى المسجد وأنت متهيب أن هذا كلام الله سبحانه وتعالى، وأنك لست أفضل من هؤلاء، كنت داخل عند المأمومين وينظرون لك، لا تقول في نفسك لا تنظروا إلي ولا شيء، أنتم أفضل مني، كل الجالسين هؤلاء كلهم بالعمال كلهم أقرب إلى الله مني، أنا صاحب تقصير وتفريط وكذا وكذا. لابد أن يقع في قلبك وجل من الأمانة والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى ومن القرآن.